مرحبا بكم في الخبر بقية. الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي تتخذ من سرت مقرا لها. نسأل عن تداعيات لقاء بشاغة وعقيلة صالح في سرت، كيف سيؤثر ذلك على المشهد السياسي الليبي، وما مصير حكومة دبيبة قبل أسابيع من انتهاء العمل باتفاقية جنيف، وهل سيتكرر سيناريو حكومة الاثنين؟ تابعونا عند الساعة 9:30 بتوقيت القدس، 6:30 بتوقيت غرينتش في حلقة جديدة من برنامج الخبر بقية، كما يمكنكم متابعة البث المباشر في يوتيوب.